ما طلبته منكما هو مراقبة ذلك الأحمق ابن المغازلي بينما أنتما مسترخيان وللدمع تدرفان. اسمعا، هذه الليلة أريده مقيداً صاغراً ذليلاً مهاناً أمامي، أتفهمان؟ هيا صرفا. ها هم يعودون إلى نقضهم بالعهود مرة أخرى، وهم يعلمون أن الخليفة قد غزا الصائفة في عهد أبيه وعقد الهدنة بيننا، وقد كان الصلح آنذاك في عهد زوجة ليون الملقبة بأغسطة. وها هو الأخفور الذي خلع الملكة أرني بعد أن سمل عينيها يتجاوز الحدود. أقدمنا إذا أدبروا، والتزمنا إذا نكثوا، ووفينا إذا غدروا. وكما قال الشاعر عمرو بن كلثوم: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين. إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرة ساجدين. إيه، لقد دعا الداعي ووجب الذود عن الأبطال. لا تقلق يا أبا الحسن، لا تقلق، وأنت الرجل النبيل الصالح، وأنت من علمتنا حب الخير والحق. لا تقلق، فولدك أصبح فارسا وتعلم منك ومن أخيه رحمه الله. ولا تنسى يا صديقي أنه الآن مع أقرب وأعز أصحابه عبد الله. الحمد لله، الحمد لله. الروم نكثت عهدها، فقد أبى ملكهم أن يدفع الجزية، وتطاول على ديارنا، وأخذوا بمهاجمة ثغورنا. يا إخوتي، بعد الاتكال على الله والاستعداد، سنكون جاهزين للانطلاق ورد كيد الأعداء، وسيد الخليفة بنفسه سيتولى عبرة الغزوة. نصر من الله وفتح قريب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والدي هو من شجعني على هذا، ووالدي كذلك. وحكايتك؟ حكايتي، حكايتي رسمت طريق المستحيل. أي إقدام هذا يا عبد الله؟ أم هروب؟ أنا في أمري رشاد بين الغزو والجهاد، بدني يغزو عدوي والهوى يغزو الفؤاد. اسمع، توجها هذه الليلة إلى تلك الدار، دحام يطرق الباب أولا، فإن جاءك صوت العجوز فادعي بأنك شحاذ أو حابر سبيل تسأل عن حاجة. وإذا لم تفتح الباب يا سيدي؟ اكسر، وإن وجدتم الفتاة قيداها بسرعة وكمما فمها، وخذا حذركما من الطريق وتأتيان بها بسرعة إلى هنا. مفهوم؟ مفهوم. أتعتقد أن الوليد قد تخلى عن مطلبه ولم يعد يهتم لأمر الفتاة؟ الوليد رجل لا يؤتمن جانبه، أعتقد أنه يدبر أمر ما. وما العمل؟ أن نعود. إلى أين؟ الخرابة. الخرابة؟ نعم، الخرابة.
وماذا نفعل هناك؟ نعيش هناك مع تلك العجوز الطيبة، نرعاها وتحن علينا. فكرة طيبة يا صديقي. يا سلام، ما أجمل أن نعيش في تلك الدار الخريبة بعيدا عن المدينة وضوضائها وزيفها وتجارها، مع أنه لا نملك شيئا هناك. قل لي يا خاسر، إلى متى يستمر مالك بغض الطرف عنا؟ كما أن العودة للبصرة غير مجد، لم نعثر على الفتاة، وصاحب الشريطة لن يستقبلنا بالأحضان. باختصار، انقطعت بنا كل السبل ولم يبقى لنا سوى تلك الدار مأوانا. وهل هناك أخطر من هذا اليوم يا شرحبيل؟ اجلس يا أبا خالد، اجلس. لقد قال لك الخليفة إني أعدك ليوم خطير غير هذا اليوم، وأنا لا أستطيع الإجابة عن أسئلتك. دعنا في شأن حرب الروم، فليس لدينا متسع من الوقت، يجب علينا أن نضع الخطط اللازمة للغزوة القادمة. معذرة يا سيدي، أدرك أهمية وقتكم وانشغالكم بأمر الحرب، ولكن لم يعد لدينا مجال كبير لصيد ذلك الماكر، فهو على وشك الهروب. وماذا تنتظر؟ لقد خولتك بإجراء المطلوب، هيا أسرع وخذ معك عددا من الجند وآتني به حيا أو ميتا. سمعا وطاعة، على الفور يا سيدي. خالد، هل جهزت أمر الجند الجدد؟ جاهزون يا سيدي وبكامل عدتهم، بل ويحملون أرواحهم على أكفهم، وهم على أحر من الجمر لملاعبة سيوفهم والوقوف في ساحات الوغى. يوم أمس يا جدتي كاد القلق يقتلني. تقلقين على عجوز مثلي يا ابنتي، خبرة الحياة ودروبها؟ ما يهمني الآن سوى استقرار حياة عزيزة بدور. تصوري يا ابنتي، عندما خرجت من دارنا هذه شعرت بوحشة غريبة، فالمدينة اتسعت طرقاتها وعلت بيوتها وكثرت فيها الأسواق، لكن الجميل عند خروجي رآني رجلان طيبان أصر على مساعدتي. رجلان؟ نعم، عند منعطف الطريق المؤدي إلى دارنا. ما بك يا ابنتي؟ قد يكونان نفس الرجلين. من تقصدين؟ الشرطيان. إن كان كما تقولين فما يمنعهما من اقتحام الدار؟ جدتي، هل يمكن أن تصفيهما؟ أهكذا فجأة يا ولدي؟ كل شيء يأتي فجأة ويختفي فجأة يا أمي.
لهف نفسي على ليال وأيام تجاوزتهن لعبا ولهوا. قد أسأنا كل الإساءة فاللهم صفحا عنا وغفرا وعفوا. منتك نفسك أن تموت غدا، أوما تخاف الموت دون غدي؟ يا نفس موعدك الصراط غدا، فتأهبي من قبل أن تردي. ما حجتي ما حجتي يوم الحساب إذا شهدت علي بما جنيت يدي؟ من سل سيف البغي قتل به، وليس يحيق المكر إلا بأهله. مولاي، الجند في ديوان العرض مستعدون، فلنتوكل على الله. سر يا شرحبيل، ولنستعرض الجند معا. هيا يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي أدعوك ربي بما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل ظني أني مسلم. يا
كل ناع سينعى وكل باك سيبكى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى كل ناع سينعى وكل باك سيبكى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى. طاب مساؤك يا سيدي. هل العشاء جاهز يا فتنة؟ عشاء دسم طعمه لن يفارق ذاكرتك ما حييت. أنت لست على ما يرام يا فتنة، أليس كذلك؟ أنا على ما يرام اليوم وكل الأيام. وأخيرا وقعت أيها التاجر الحربي يا أرمانيوس. اهلا وسهلا. كن للحق عبدا فعبد الحق حر. كن للحق عبدا فعبد الحق حر. كن للحق عبدا. يا ويلي يا خاسر، يا للخديعة. بل قل يا لغبائنا، لقد صدقنا الوليد ووثقنا بوعوده. لقد كنا كالكلاب نطاردها من أجل الفوز بجائزة. وأي جائزة؟ هو الخوف يا كاسر، هو الخوف. بل قل هو الجبن. وأسفا على أيام قضيناها بلا جدوى. عمر بلا جدوى، ما ذنبها؟ فتاة شجاعة صبرت. صبرت على الأذى والآن لا تعرف ما سيجري لها. هربت من يد ظالم إلى رجل أظلم وأشد قسوة. كاسر، لا ذنب لنا في كل ذلك. كيف يا خاسر، كيف لا ذنب لنا؟ نحن من جعلها تهرب من مكان إلى آخر ومن ديار إلى أخرى. نحن من جعل الوليد يحاول اصطيادها كثعلب ماكر. كفى 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 يا كاسر، كفى قسو على أنفسنا. ما نحن إلا رعاع همج ننعق مع كل ناعق. لا حيلة لنا إلا أن نطيع وننفذ. والآن تريد منا أن نقر ونعترف بذنبنا وبخطأنا. لا ذنب لنا، لا ذنب لنا يا كاسر. نحن المذنبون يا خاسر، نحن المذنبون يا خاسر، نحن المذنبون يا خاسر. Ah!
والله إنه لأمر غريب، كيف يتركني الخليفة هنا وهو يعلم جيدا من هو يزيد الشيباني الذي شاب رأسه وما شاب سيفه؟ اليوم يأمرني الخليفة بالبقاء بينما ولدي يتقدم علي في هذه الحرب، ما السر في ذلك يا يزيد؟ وأنت من خبرت خبايا القصر وأسرار الخلافة. ما وراءك يا ليث؟ كل خير يا سيدي. وأين هو ذلك الماكر؟ تركناه مضرجا بدمه مغشيا على وجهه. هل قتلته يا ليث؟ حاول المقاومة، شهر سيفه وقاتل قتالا شرسا، وسعى للهرب من قبضتنا وسيوفنا، لكن السيوف التي تعرفها أبت إلا أن تقضي عليه. هذا هو عهدي بك يا ابن رافع وبجندك. ليت الخليفة معنا هنا ليسمع هذا الخبر السار. بإذن الله سنسمع أخبارا سارة عن حربنا مع الروم. ألم أقل لك بأنك ستكون في المكان الذي أرغب؟ من أنت حتى تقف في وجهنا؟ ما أنت إلا أحمق متسول يدعي الحكمة جاهلا. أنت الآن في زنزانة، لعلها تنفعك في حكاية قادمة. هذا إن كان لك أيام قادمة. أتعجب مني وأنا في قيودي وأغلالي، وأنت رخي البال والجاه والمال، فلا أنت تبقى بعد حال قد عشته، ولا أنا أبقى في قيودي وأغلالي. ترى القاعد رستم يغادر. انتظروا، لا تذهبوا، سيأتي في الحال، لا تذهبوا. سيأتي، سيأتي. انتظروا، انتظروا، لا تذهبوا. سيأتي في الحال، لا تذهبوا. لا تذهبوا، لا تذهبوا، بالتأكيد سيأتي، سيأتي. لابد أنه في الطريق إلى هنا. إيه، لقد انتظرناه طويلا ولم يأتي منذ 3 أيام ونحن على هذه الحال ولم يحضر. نرجو، نرجو أن يحضر سالما، فنحن نحبه. لا تذهبوا، لا تذهبوا، لابد أن في طريقي إلى هنا. ماذا نفعل يا بكر؟ فعلا إن في الأمر ما يدعو إلى القلق والخوف. ما كان يجب أن نقف هكذا مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئا؟ كنت أظن أن المسألة تجد عادية، فقد تعودنا على غيابه يوما أو ليلة، لكن هذه المرة قد طال غيابه كثيرا، ويجب علينا أن نبحث عنه ونسأل، وإلا لا نكون جديرين بحب ذلك الرجل لنا. الحق معك يا صاحبي، أدعو الله ألا يكون مكروها قد أصابه. لا أدري ماذا ستكون حالتي بل حالتنا، لا سمح الله إذا أصاب معلمنا ما لا نرضاه. من دونك يا معلمي ستتحول هذه الساحة إلى جسد بلا روح وشعر بلا معنى.
معتوق؟ ماذا يفعل هذا القرد في بيتي؟ أمجنون أنت؟ هل صرت من الحوائين؟ أتريدني أن أفقد صوابي؟ والله أعرفك جيداً، بهذه الحيلة تريد أن تدفعني إلى الجنون، ولكن لن أمنحك هذه الفرصة، فعقلي يزن جبالاً شاهقة. يا لك من ماكر محتال! شش! اصمت يا امرأة، فعندنا ضيف كريم. بدل أن تقومي بواجب الضيافة تولولين وتصرخين. اخجلي، ماذا يقول العرب عنا ونحن أهل الجود والكرم؟ هيا هيا اذهبي احضري لنا بعض الطعام، وإلا جعلت طعاما لهذا القرد. ضيف كريم وتجعلني طعاما له؟ معتوق، أما أنا لك أن تتعقل؟ وماذا ترين الآن؟ العقل، كل العقل بيني وبين هذا القرد. اخرس اخرس واجلسي اجلسي. هذا الضيف الكريم هو الذي سيأتي لنا بالخير العميم. من؟ هذا القرد؟ كيف؟ لقد آن الأوان أن أغير حيلتي ووسيلتي في السؤال والتسول، فما عادت طريقتي القديمة نافعة، وهذه وسيلة مناسبة جدا لكسب الدراهم. هل فهمت الآن يا من تدعين العقل والتفكير وأنت أساسا بلا مخ وبلا تدبير؟ والله ما عز ذو باطل قط، ولو طلع القمر من جبينه، ولا ذل ذو حق قط، ولو اجتمعت الدنيا عليه. أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر؟ سائل المدائن والمقابر، وابحثوا عن الخبر. لن تجدوا شيئا. انظروا إلى السماء ولا تنسوا الحفر. تخليتم عنه ونسيتم من كان يقف هنا ويأتيكم بالعبر. ولكنني أعرفكم جيدا. أنتم جواسيس لنقفور. اجلسوا كلكم، اجلسوا وأنصتوا إلي جيدا. ما هذا الهراء؟ كلام فارغ. احذروا الفئران واحترموا الحشرات، ولا تنسوا أن تغسلوا وجوهكم بالماء، واحذروا الحيتان، ولكن لا تنسوا أن تغسلوا أجسادكم بالكافور والسدر. يا له من كلام فارغ. هيا يا قوم إلى أعمالكم. هيا 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 هيا. تفضل يا مجانين. اطمئني يا أخته، قد يكون ذهب في رحلة مفاجئة. ويجبرني أن أتلظى بنار القلق دون أن يخبرني؟ نعم، أنا من يتحمل كل الذنب، لأني كنت أغض الطرف حين يتأخر في الليل، وها هي الأيام تمضي دون أن يعود. يا إلهي، أعدوا إلي سالما، واحفظ ولدي في ساحة الوغى. يا رب أرجعه غانما كما رددت يوسف إلى يعقوب يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين. يا رب يا رب. الآن تيقنت أن من كان يطاردك محقا أيما حق. دحام، إن جاء الأحمقان مرة أخرى فلا ترحمهما، وأطعمهما وجبة دسمة من عصاك الغليظة حتى لا يعاودا السؤال. فهذه الجارية الفاتنة صارت من أملاكي، ولا تقصر بالضرب والرق. هل فهمت؟ فهمت يا سيدي.
اتبعاني. لماذا أنت هنا؟ لأني أويت قطة في منزلي وكانت تمو مياو مياو مياو، فشاهدها كلب مسحور وحولها ظل ينبح ويدور لله يا محسنين لله يا محسنين لله يا محسنين. ماذا تريد منا؟ لا أريد شيئا، افتقدت معلمكما. اغرب عنا، ولا شأن لك بنا وبمعلمنا، وأمامك الساحة بطولها وبعرضها، فامدد يدك كما تشاء مستعطفا سائلا. يا هيا هيا اغرب، هيا اغرب. بكر، ما رأيك أن نذهب إلى تلك الدار التي كان يذهب إليها ليلاً؟ لعلنا نجده فيها. ما رأيك أن نخبر زوجته أم عبد الله؟ لا 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 لا، لا نريد أن نزيد هماً على همومها الكثيرة. ألم ترى كيف كان حالها عندما ذهبنا إليها؟ إذن هيا بنا إلى تلك الدار العجيبة. منذ ليال وابن المغازلي غائب عن مجلس إسماعيل بن معمر. ترى أين اختفى هذا الرجل؟ أدعو الله يحفظه من كيد الغادرين. أتلمح إلى شيء يا أبا الحسن؟ شكوك؟ شكوك تراودني، ولكنني لا أستطيع القطع باليقين. أفهم مراميك وأدرك مقاصدك، ولكن أيعقل أن تصل بهم الأمور إلى... السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما بال نفسك بالآمال منخدعة، وما لها لا ترعى بالوعظ منتفعة. كنت مرا بالساحة. ولم تر ابن المغازلي، أليس كذلك؟ منذ أيام والناس تسأل أين اختفى. نعم، الجميع يسأل. من حقهم، فالرجل كان تسليتهم الوحيدة، وإن كان في مزاحه إفراط وغلظة يصل إلى حدود الإيذاء، يسقط المهابة والوقار، وكثيرا ما كان يتعرض إلى علية القوم من الأمراء والتجار. والآن ما العمل؟ ماذا نفعل؟ لا أدري، فلنكمل البحث. بحثنا عنه في كل الطرقات، حتى أن تلك الدار الخاربة وجدناها خالية. أيام وليالي ولم يظهر، أين يكون قد اختفى؟ لا ندري، لا ندري، والله لقد مللنا السؤال عنه وعن سر غيابه واختفائه. أهلا ومرحبا يا سيدي، أهلا ومرحبا، شرفتنا، تفضل تفضل، لقد جئت في وقت مناسب. وليد سيدي،
من هذه التي تهرب وتتخفى؟ جارية ذات حياء، مهابتك تجعلها في خشية وخوف. جارية ذات حياء هي لكم يا سيدي. لا، ليست لي، إنها للوزير جعفر. أنا وما أملك في خدمة مولاي جعفر. هي هدية لسيدي جعفر، ولمناسبة لا أظنك تجهلها يا وليد. وكيف أجهلها يا سيدي وأنا من كنت ضحيتها؟ نحن قد أرحناك منه ووضعناه في مساحة تليق به، والآن تراه يتكلم مع الجدران، ولن يسمعه في الزنزانة إلا اللصوص والسراق وقطاع الطرق. ومن أجل هذه المناسبة عليك أن تقيم وليمة عظيمة يتحدث فيها الناس أياماً وأيامه بمناسبة خلاصنا من رجل كان يغث بالنا ويعكر صفو سعادتنا. ولا تنسى أن تدعو صاحبنا الكلابي. سمعاً وطاعة يا مولاي، وهذا فخر ما بعده فخر أن أقيم وليمة لرجال في مثل مقامكم الكريم. ولا تنسى الجارية، سأبعث ببعض خدمي لجلبها إلى قصر سيد الوزير. سمعاً وطاعة يا مولاي.